مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. عاجل من أول مرة في مصر، صرف بدل بطالة للشباب العاطلين في مصر، والبرلمان هيكشف عن التفاصيل دي. طب إيه اللي حصل؟ لجنة القوى العاملة يا جماعة في مجلس النواب خلال اجتماعها عقد داخل المجلس في الفترة الأخيرة قالت لك احنا نوافق بصورة نهائية على قانون يخص تأمين البطالة ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية اللي مقدمه مجلس الوزراء، وأكدت إن القانون بينص على احتساب تأمين البطالة ودي مبالغ لدعم الشباب العاطلين عن العمل في كافة المحافظات اللي عندهم يعني عجز في الوظائف أو ما عندهمش وظيفة لحين حصول على الوظيفة. طب التفاصيل إيه؟ قال لك قانون صرف بدل البطالة للعاطلين في مصر جاء وفقا على ما وافق عليه مجلس النواب على النحو التالي: هيتم احتساب تأمين البطالة اللي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة كالآتي. خلي بالك هتفضل تاخد مثلا اللي هو معونة البطالة أو صرف بدل البطالة لغاية ما توظف، توظفت هتشال منك الكلام ده. إزاي بقى الكلام ده؟ 75% من أجر الاشتراك التأميني لأربعة أسابيع الأولى، 65% من أجر الاشتراك التأميني لأربع أسابيع الثانية، 55% من أجر الاشتراك التأميني لأربعة أسابيع الثالثة، و 45% لباقي الأسابيع. ده اسمه احتساب تأمين البطالة. مدة الصرف 12 أسبوع يعني 3 أشهر، ولو كانت المدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهر بينما تكون 28 أسبوع اللي هو 7 أشهر، يعني إذا كانت مدة الاشتراك تتجاوز 36 شهر هيتم وضع أكثر من 2% يا جماعة من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد استثمار لصرفه لها كمكافأة نهائية في الخدمة. أوضح القانون سوف ينظم كافة الإجراءات والشروط الخاصة عشان يصرف تعويض للبطالة الشباب العاطلين، ومن بين الشروط اللي بتجعل المواطن يخرج عن هذه المنظمة كل من استقال من الخدمة أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة. طب شروط صرف البدل بطالة إيه العاطلين؟ الشروط التي يسقط فيها حق الشاب أو المواطن في الحصول على بدل بطالة: يسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسب له. جالك عمل وانت رفضته وهو مناسب ليك، تسقط على طول من صرف بدل البطالة. إذا استقال المواطن من الخدمة انتهاء عمله بعد صدور حكم قضائي ضده ولم تكشف إلى الآن أي جهة رسمية حتى الآن عن موعد صدور هذا القانون، ده قانون إلى الآن في مجلس الشعب أو مجلس النواب، تمام؟ ولكن من المؤكد ان احنا ان شاء الله هيتم مناقشته التفاصيل اكتر حول القانون ده خلال جلسات مجلس الشعب القادمه قبل ان يتم ارساله الى رئيس الجمهوريه من اجل اعتماده بصوره نهائيه. ده كان خبر قلت يا رب يفيد غيري ويفيد الناس كلها، فان شاء الله اي جديد على قناتكم قناه اجيال اندلس. يبقى ده كان الخبر بيتكلم لاول مره هيبقى فيه صرف بدل بطاله للشباب العاطلين في مصر. الكلام ده لما البرلمان يفصح عنه ان شاء الله، ولو في جديد ان شاء الله هنزله على قناتكم قناه اجيال اندلس. اشترك في القناه حتى يصلك كل جديد. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله.